واش عليه ودي تعدي عليه واش كنت صافي باش هو درت نعرفو بوجو صافي سكتنا صافي سكت هاو تعدى عليها Thank you.
مرحبا مشاهدي الاوفياء مشاهدين شوف تي في اينما كنتم داخل وخارج ارض الوطن، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مره اخرى في بث مباشر جديد من هنا. دائما المثل القائم ومثل القائل الليل مواليه، يعني في هذه الليله هذه شاب اذن ديالو مقطوعه على حسب القول ديالو، كيقول بانه تلقاو ليه ثلاثه ديال الناس، حين انه معطيات اوليه كتقول بانه مثلي، شاب مثلي هو اللي قام بالعض ديال الاذن ديالو قطعها. حنا احتراما للمشاهدين ديالنا الاوفياء والقانون ديال طبيعه الحال ديال الاداره، انه ما كنبغوش نبينوا هذوك الحالات، ولكن هذاك الشاب اللي كتلاحظوا به الان الاذن ديالو مقطوعه، يعني ما بغيناش نبينوا هذيك الصوره. هو كيقول بانه تلقاو لي ثلاثه ديال الناس، في حين انه كاين معطيات كتقول بانه شاب مثلي هو اللي قام بالعض ديالو من الاذن ديالو، وهذاك الشاب مثلي الان راه كله دمايات، لانه هذاك ملي عضو الاخر بقى كيضرب فيه. الان تدخل ديال الامن كما كتشوفوا، تدخل ديال الامن يعني في حالة هيجان، ودنو في جيبو، اسمعوا اسمعوا قالك ودنو في جيبو، ودنو في جيبو. ما بغيناش نوريكم هاد اللقطات هادو احتراما لطبيعة الحال، ودنو في جيبو. لا ودنو في جيبو، يعني سمعتوها قال لي ودني في جيبي، يعني الاذن ديالو اللي مقطوعه ديرها في جيبو. استنفار امني في هاد اللحظات. حتى السكينة راه خارجين، السكينة ملي سمعوا الصداع راه خرجوا. هو الشاب مثلي اللي كتلاحظوا معايا، هو الشاب مثلي اللي كان معاه، كيقول بانه قطع عليه الاذن ديالو. وجهه كله تاهو مفرقع، الوجه ديالو كله مفرقع. ياك نتوما حضرتوا بهذا الموضوع؟ كنسمعوا من الدار، انا اللي عيطت لهم قطعوا لي ودني، قطعوا لي ودني، حنا راه تخلعنا. اذا نتوما كنتوا كتسمعوا ديك قطعوا لي ودني؟ حداكم حداكم نتوما في العماره عندكم؟ في العماره. لا حول ولا قوه. قطعوا لي ودني انت علاش انا عيطت؟ حدانا لا 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 بالعكس، شوفي فين شاد، انا شاد شاد على لا لا شاد ليه بالعكس، هو اللي شدو. برافو عليك، ما خليتيش شي زعزع، فريمون برافو عليك. دابا نتوما ملي سمعتوا ودني ودني عضا عيطوا للبوليس. الصباح حنا كنسمعوا مخابطة. ولكن يقول لي اجي خويا خويا ندير خيط لك خيط لك غاشينو هذا اللي غادي نبي دابا.
هذا اللي غادي يبيع رجال الامن دابا هو هذا هو اللي عض لي الودن ديالو كما سمعتوا معايا على حساب الساكنه. داكشي اللي كيقولوا الساكنه لانه هو اللي عض لي الودن ديالو. ها هو هذاك هو اللي سمعتي قالت لي ما تبقاش تجي دير بنا انت اختي بلا ما تصافي الله يرضى عليك سير سير لحقك سيري شوف ما تدخلش مع انت في شي شنائن الله يرضى عليك سيري شوف دابا الامن جا سيري الله يرضى عليك سيري معاه بن معان ما غنخش معاه في النيزان لا ماشي مع هذاك بلا ما تدخل معاه في الصراع لا 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 اختي لا لا اختي شوفي ها لا ما شفتوش تكوزي بس الجيران ديجا فهمتي وليدنا مفيقنا حنايا جارتي هذه دابا فيقكم فيقنا من خلاش من عسل وبنتي صغيره خدمه في البي سي انا اللي كنكتب انا ودني طير لي ودني طير ما قدرتش نكتب لك كامل كنكتب الحياه دابا قولي انت مريضه جارتي ما مريضه هذيك الدرس اللي ما عايشاش المغرب انا جات من ايطالي ما مريضه هنايا عند كارديو باش قلنا سمعتوا معايا هاد السيده قالت لك كنت خدامه في البي سي كنسمع هاد الناس هادو الساكنه هادو اللي كانوا هنا كيقولك بانه هنا فين طير ليه الودن ديالو هنا في هذه البلاصه ياك هنا فين عدو ياك اختي عدو هنا اذا الساكنه كتقول بانه هاد السيد هذا عدو في ودنو والاخر كيقول امي ودني اي ودني ودني دابا داك الميتلي هو اللي كان كياكل في عصا الميتلي هو اللي عاد اسمع البنات البنات طير لي هدنا ضاربين قالوا من البيضه الاولانيه اللي بيني ياك حنا ما خلناش من نعسه ولدي بغى يخرج جريت على ولدي قلت له طلع فوق تنعس اش انا جايه في الاخر ملي انا جيت على ما نصوصش ما خلناش من نعسه قلت لك عيروا الرب والدين والملع ياك محيحين نادى داك البنات يقول لي اجي نخيط لك ودنك قال لي اجي نخيط لك ودنك انا كنبغي نشرجم الوقت اللي جا كيقول لي بغى ينوضوا شي خيط لي ودنو ناض هاد اللي قطع لي ودنو ناض شد البنات وضربوا مع الحيط غيب وقلت يشتف عليه فهمتي ملي شتف عليه بقى مغيب بقى لا كيصرفق فيصرفق الملف طلع عليه ودنو كيصرفق في الاخر باش ينوض من غيبوبه هي فاش ناض الحيحه وجاو الدراري و قول قول دابا غيبو مولي طير عليه لا لا ما وجهك لا لا وجهك لا لا وجهك لا 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 وجهك لا وجهك ما كنشدوك وجهك لا لا ما نشدوش وجهك اختي اذا سمعتوا معنا مشاهدينا ومشاهدين شوف تي في السيده سمعتوها اش قالت قالت لك بانه هذاك وكاين فيديو كيوثق كيوثق كاين فيديو كيوثق فيديو اللي كاين هنا ديال هذه العماره اللي كيوثق اللحظه اللي تقطعت فيها الودن ديال 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 ذاك الشاب الاخر وكيقولوا هاد الناس بانه هذاك الشاب هذاك الميتلي قطع الاخر ودنو عضها ليه الاخر ملي لقى ودنو طارت فضربوا غيبوا مع الحيط وي بلاتي بلاتي راه شنو كاين شنو كاين بلاتي عطيني عطيني دير ليها واحد اللقطه دير ليها واحد اللقطه الله يهداك دير ليها واحد الضو هذا هذا العكر هذا العكر ها هو لاحظوا معايا هنا في كان هنا في كان الشجار ما بيناتهم بلاتي غادي نمشي باش نشد معاكم اللقطه ديال لومبيلونس اللي جات الان هيا لومبيلونس جات لا
تشري. اي راه عليك يا ولدي غير بزاف. اه كتسرف ما كتسرف. واجي معايا انا اسمعني. هذا غادي ما تلاحظش لكم انا من فهاد اللحظات تم نقل سياره الاسعاف داك اللي مقطوع عليه ودنه والاخر حتى واحد وجهه كلهم مفرقع. إذن تحية من رجال الأمن على التدخل ديالهم والله يهدي ما خلق، الله يعفو على الجميع، الله يهدي ما خلق. إذن نبقى لنا إلا ندعوكم على أمل لقاء بكم في بث مباشر آخر الآن في هذه الأثناء. سيارة الإسعاف كتغادر إذن في هذه الأثناء تم نقل الشاب اللي مقطع عليه ودنه والشاب الميت ديال اخر اللي كذلك حتى هو وجهه كله مفرقع بالعصا. تم نقل ديالهم للمستشفى. اذا الامن حتى هو الان كيغادر في الاثناء. بقاو غير الشرطه القضائيه اللي بقات الان كدير البحث ديالها حول بعض الامور. اذا ما بقى لنا الا ندعوكم على امل اللقاء بكم في بث مباشر اخر. طاقم شوف تيفي يحييكم، الى اللقاء.